الخير. بآخر حلقة من تحقيق لسنة 2012 أكيد رح نحكي عن الأعياد وأجواءها. الملفت هو ارتباط أجواء الأعياد بالأكل، فكل ما كانت السفر غنية بالأطباق المنوعة ومزينة بألوانها كل ما زادت رهجة العيد وفرحته. أما أنواع الأكل فهي بتختلف بين المجتمعات والدول، وبترتبط أيضاً بالمعتقدات والتقاليد. فشو قصة الأكل والأعياد؟ راس السنة تاريخه اختلف بين عدة حضارات وشعوب وفقاً لاختلاف المعتقدات والعادات والمكان الديموغرافي. فالتواريخ ارتبطت برموز دينية أو رزنامة قمرية أو شمسية وبعوامل الطبيعة والفصول. وبشكل خاص لدى الطائفة المسيحية حول العالم أجمع اختلفت عدة مرات تواريخ الاحتفال بعيد رأس السنة ولمدة قرون عدة، إلى أن عين عام 1622 البابا غريغوريوس الخامس عشر تاريخ موحد لتسهيل رزنامة الأعياد الدينية، وكان تاريخ 1 كانون الثاني اليوم الأول من كل سنة جديدة. الاحتفال بعيد رأس السنة بيكون لتوديع السنة اللي مضت بحلوة ومرة واستقبال سنة جديدة آمنين الخير والصحة والازدهار والبحبوحة. وكل أمور بيتم التعبير عنها عبر معتقدات مختلفة وموائد مختلفة حول العالم. وإنما ليه كثرة الأصناف وأنواع الوجبات والأطعمة بالأعياد؟ وشو هي العلاقة والرابط بين العيد والطعام؟ بتقول بعض الأبحاث إنه الإنسان يعمل بهدف تأمين طعامه، وبالتالي لأنه أساس ومصدر استمرارية حياته. فحين بيكون هناك مناسبات وأعياد كعيد رأس السنة، الإنسان يعبر عن فرحته بمكافأة ذاته بأفخر أنواع الوجبات اللي بتختلف باختلاف المناسبات. لكل بلد عاداته وتقاليده بالأطعمة اللي بيتناولها، وإنما المضمون واحد وهو الاحتفال، وإنما بطرق مختلفة. فشعوب العالم اعتادت على التجمع ليلة اليوم الأخير للسنة القديمة لاستقبال السنة الجديدة، والقاسم المشترك لهالمجتمعات الاحتفالية هو تناول وجبة فاخرة ومع ما لذ وطاب من الحلويات والمشروبات. عادات اختلاف أنواع الأطباق وفقاً لكل بلد اتصلت بمعتقدات أيضاً مضحكة قد تكون لمين بيسمع للمرة الأولى، وإنما بتعني الكثير لشعوبها، وهي رموز بتكتب الحظ الجيد للسنة المقبلة. وعلى سبيل المثال، فالفرنسيين بيستقبلوا العام الجديد بشرب الخمور القديمة المخزونة ببيوتهم، معتقدين بأنه هالخمور قد تسبب الشر والضرر في حال بقيت مخزونة حتى مطلع رأس السنة الجديدة. ويقال أنه شعب باراغواي بيمتنع عن تناول الأطعمة الساخنة لمدة 5 أيام قبل حلول عيد رأس السنة الجديدة، سواء كانوا من قادة الدولة والحكومة أو المواطنين العاديين،
ومع دقات أجراس عيد السنة الجديدة بيبدأوا بإعداد الأطعمة المختلفة على موائد النار ترحيباً بقدوم السنة الجديدة. أما بمدغشقر فبيمتنع الناس عن أكل اللحوم لمدة 7 أيام قبل حلول عيد رأس السنة الجديدة، وبالليلة الأخيرة للسنة القديمة بيتناولوا فقط بعض لحوم الدجاج والدواجن الأخرى، وفي اليوم التالي أي عيد رأس السنة بيقدم الزوج والزوجة لوالديهم ذايرة الديك تعبيرا عن احترامهم لألون، بيرجعوا بيقدموا مخالب الديك لأخوتهم وأخواتهم تعبيرا عن العناية والحب إلهم. وإذا كنت مدعو لتناول العشاء مع عائلة من العوائل البلغارية باليوم الأخير للسنة فعليك أنه تعطس عدة مرات ورح تحصل على هدية قيمة من المضيف، وسبب ذلك اعتقاد بأنه إذا عطس أول ضيف أمام جميع أفراد العائلة المضيفة فرح يجلب الحظ والسعادة والسلامة طوال السنة. بشمال وجنوب أمريكا جرت العادة بتناول وجبات تشبه بشكل العملات المعدنية، ومن ما يسمى هوبينج جون اللي بتتحضر باستخدام اللحمة والأرز والملفوف والمعكرونة والجبنة. بإيطاليا الإيطاليين عندهم عادة تناول وجبات مميزة ذي عصيتة إنها بتجلب الثراء والنجاح، وأساس هالوجبات هي العدس والحبوب أو حتى أيضا جاتو منكه بالعسل. والعدس يعتبر جالب للحظ والازدهار في حال تم تناوله ليلة رأس السنة بالبرازيل وألمانيا. أما بتركيا فيعتبر تناول الرمان ليلة رأس السنة كرمز لجالب الحظ للسنة المقبلة بسبب اللون الأحمر والشكل الدائري والبذور اللي بترمز إلى المال والازدهار. بيتناول الإسبان بليلة رأس السنة 12 حبة عنب أثناء سماع دقات الجرس، وعن تناول كل حبة بيتم تسمية أشهر السنة، وهالعادة بتناول 12 حبة عنب مماثلة لبلد البرتغال، وإنما اختلف الأسلوب، فحين بتدق ساعة الصفر بيتناولوا حبوب العنب واقفين على كرسي، وعند الانتهاء بيتم النزول عن الكرسي بالرجل اليمنى أولا لجلب الحظ. تم تناول بغيوش وغيرها من أنواع الخبز المحلى كالفازيلوبيتا، وغالباً ما بيكون بداخلها عملة معدنية كجالبة للحظ. وصولاً إلى المائدة اللبنانية ليلة رأس السنة بشكل خاص في المدينة بيروت، حيث بيجتمع الأقرباء والأصدقاء والعائلة حول مائدة غنية بالفواغرا ومشروب الشامبين والنبيذ وغيرها من الأصناف الفاخرة، لياليها تناول جاتو المونبلان اللي بيرمز بلونه الأبيض إلى بياض أيام السنة المقبلة آملين إنها تكون خيرة، أو بيتم تناول حلوى الكنافة أيضاً للون الجبن الأبيض اللي بتملكه. بلبنان أطباق العيد بتتنوع بين الغربي واللبناني، الموائد بتمتد بأغنى المأكولات وبتتضاعف الكميات، ومعروف إنه الناس بالأعياد بتصيبها تخمة الأكل من كترة الأكل ومن كترة الأطباق، الصحون بتبقى مليانة على الطاولات، يا مين يشيل أطنان من الأكل مصيرة زبالة. فترة الأعياد هي موعد لملتقى العائلات والأصحاب والمقربين، وأكيد ما بتحلى الجلسات إلا بالاجتماع حول مائدات الطعام بالمنازل أو بزيارة المطاعم. بها
بهالموسم توافد إلى المطاعم والسوبر ماركت بيزيد للاحتفال والشعور ببهجة العيد. قمنا بجولة على المطاعم والسوبر ماركت ولاحظنا إنه الحركة مختلفة عن باقي أيام السنة. وقفتنا الأولى كانت بأحدى السوبر ماركت، حيث أطلعتنا أحدى العاملات هناك بالحركة الزائدة بهيدا الموسم والطلب الهائل على مختلف أنواع المأكولات من اللحوم، الأجبان، الخضار والمشروبات واضطرارهم لزيادة كميات هالمنتوجات. بلشت الحركة تزيد، يعني من شهر الماضي لهيدا الشهر بلشت الحركة تزيد والعالم بلشت تحس بالعيد. يمكن تحس العالم بتنعجق، يعني شو أكثر شيء بتنعجق فيه هالقعدة؟ أكتر شيء بتنعجق بتشتري البيض باللحمة بالدانت بلا العزايم بالخضرة كل شيء. ولكن الفائض المتبقي من هالأنواع شو بيصير فيه؟ بنضطر نرجع نكبول. ومن السوبر ماركت كفينا جولة على المطاعم اللي بتقدم أنواع مختلفة من الطعام، لاحظنا أنه أنواع الأكل المطلوبة كتيرة ومعظمها لا يؤكل على المائدات. التقينا مدير إحدى المطاعم الصينية. في منهم بكون حابين يدوقوا كذا نوع بيطلبوا بكونوا أوفر يعني، بس إحنا مجبورين ننزلهم إياهم يعني. لما يخلصوا نعطيهم حرية نحن، يا بياخدوهم معهم ليفت أوفر أو البقوة مضطرين كبولها، ما فينا فيهم شيء نعطيهم لحدا ولا. الزبائن بيطلبوا كميات أكبر من حاجاتهم وأصحاب المطاعم بيلجأوا لتلف الطعام المتبقي وبيكون مصيرهم النفايات، والأمر ذاته بيحصل بأكترية المطاعم العربية وخاصة اللبنانية اللي بتقدم مأكولات متنوعة من مزات سلطات وأطباق غنية. كان لابد من زيارة أحداها، فاستقبلنا الشيف سليمان وفسرنا عن سبب تلف الطعام المتبقي. الفيضان بيفيد كتير، يعني دائما الميزة اللبنانية كميتها كتير كبيرة والفاريتي تبعها كتير كبيرة. هلا مين بيطلب؟ بيطلبوا بعض الضيوف، ولكن نحن بنرفض انه نعطي، نحن بنعتبر انه اللي عم نخدمه على الطاولة عنا بس، لأنه ما بنقدر نعرف شو معقول يجوا يعملوا بهيدا الطعام. وعادة نحن لما يجي عنا الأكل بيرجع دغري بيروح على التلف. تلف الطعام ورميه هو اللي عم بيصير بأكثرية المطاعم والسوبر ماركت، فأصحاب هالمؤسسات بيرفضوا إعطاء الطعام المتبقي لأفراد أو لجمعيات بتطالب بأخذه. العدل مش بإيدي ولا بإيد حدا، بس اليوم في فكرة معينة. اليوم إذا في حدا فقير لازم له حق مثله مثل الغني، مثله مثلي، مثل حيلا إنسان طبيعي، يأكل أكل شرعي وأكل صحي. وبرجع بقلك يعني كل مطعم بيروح الأكل اللي بيرجع عنده بيعطيه لحدا بيكون بالنسبة لإلي عم يقترف جريمة، لأنه هيدا الأكل عاش الفترة اللي لازم يعيشها برات البراد، يعني بوقت استهلاكه خلص. شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم يعمل عمل إنساني؟ أنا برجع بقلك إذا أنا ناوي أعمل عمل إنساني هلأ عبر شاشتكم بتفضلوا وخليها جمعية معينة تتصل فينا وتجيب عالم يأكلوا أكل شرعي، يعني أكل مثل ما حيلا ضيف إلهم حق، وهيدا حق مكتسب إلهم حق يقعدوا يأكلوا مثل حيلا حدا. نحن لما بفيد عنا أكل ما بنكون عم نعمل عمل إنساني، بنكون لأنه فاض عنا عم نطعم العالم. الأكل لما بيطلع بالميزة العربية أو بحيلا طعام بحيلا مؤسسة بيطلع الأكل عمره 4 ساعات، إذا أنا قعدت الساعة 1 على الغداء خلصت الساعة 3:30 4، هيدا الأكل اللي موجود قدامي ما غير صالح إني أرجع جدد له نشاطه وطعمه لغير ناس. بالعلم يعني مش عملية إلي قلب ولا ما إلي قلب،
في بكتيريا عم تنمى، في تحولات عم بتصير بقلب هذا الاكل ببطل صالح للاستهلاك البشري. نسبة هدر الطعام بكافة سوبر ماركتس والمطاعم كبير ولا يحصى. رمي الطعام المأكول منه مثل صحون الحمص واللبنة والتبولة مبرر، ولكن هناك مأكولات كتيرة غيرها ممكن أعطائها لأشخاص محتاجين مأكولهم اليوم عم بيكون من بقايا النفايات. الهدر بالأكل ورمي الأطنان منه بالنفايات عادي، جزء من عاداتنا وثقافتنا، إلى أنه جزء من المجتمع عم بيحاول اليوم تغيير العقلية ومع العادات وبالتالي ثقافة الهدر، وذلك بفضل الجمعيات عم بيزيد عددها وأعداد المنتسبين إلها ومحبزيها. كل سنة عم تعلى نسبة الفقر بلبنان بمعدل 5%. كل سنة عم يتزايد عدد اللبنانيين يلي بينبشوا بين النفايات على لقمة العيش. كما أنه كل سنة أكثر من 2 طن من مأكولات المطاعم يرمى بالنفايات. فبظل غياب أي خطة لتفادي هالكارثة الاجتماعية، تكاثرت الجمعيات الخيرية يلي بتقدم الأكل للأشخاص الجوعانين، وتحت وطكة هالواقع المرير التقينا بشار كوستانتين من مؤسسي جمعية فود بلاست وشعاره الأكل نعمة وحرام ينكب. من هون طلعت فكرة فود بلاست، صلنا 6 أشهر عم نشتغل، صار عنا فولنتيرز كتير وصار عنا مطاعم عم تتعامل معنا وشرك كيترينج، وحتى أشخاص أفراد عم بيكون عندهم حفلات أو حيلا مناسبة بفضل فيها أكل عم بيتصلوا فينا، وإحنا عم نقدر نأمن هالأكل حتى ما ينكب للناس يلي بحاجة. ولكن هالجمعية الخيرية مثل كتير غيرها من الجمعيات عانت وما زالت تعاني من عدم تعاون معظم المطاعم معهم بأخذ الأكل الفاضل عندهم لتقديمه للفقراء. واجهنا مشاكل مع المطاعم، لأوقات يمكن ترفض أنه تعطينا الأكل اللي عندها اللي بفضل عندها، وهي بتكبه وهي خايفة على سلامة الغذاء للناس اللي عم تستقبل هذا الأكل. بس منشوف نحن بحياتنا اليومية أنه في ناس عم تأكل من الزبالة، فإذا منقارن الصورتين أنه الناس اللي عم تأكل بالزبالة، أنه هل رح يكون الأكل أكتر صحي بالزبالة وأكتر سليم من الأكل اللي عم نجيبه من المطاعم؟ ومع شار نتوجه لأحد المطاعم بالحمرة يلي بتقدم الأكل المتبقي عندها لجمعية فود بلاست. نحن هلا رح ناخذ الاكل مثل ما بناخده كل ليله، رح نحفظه بالبرادات عنا، وبكره الصبح رح نوزعه على الناس يلي بحاجه. خلينا نشوف قد ايه اليوم مفضل معنا اكل. وبندخل المطعم يلي ببيع الفاست فود، ومنقابل جوزيف صاحب هالريستو. في عنا الاكل از سالادز، كل شيء بيبقى لتاني نهار منشيلون منعبيهم بكياس بخنوه على جنب، ساندوتشز الباجيت هو كل شيء كمان بيبقى لتاني نهار منشيلون، ديزرت تقريبا بيقعدوا نهار او نهارين او بروحوا بذات نهار عنا، كمان كيكس جوسز بنطبخهم بنعملهم قصص لنا. رح نوزعهم هاو الاكل اللي اخذناهم الصبح على الناس يلي بحاجه نحن بنشتغل معهم. والحلو انه نحن مش بس بنتعامل مع ناس بمنطقه معينه، شغلنا بفود بلاست بنتعامل مع كل الناس شو ما كانت طايفتهم او شو ما كانت اوضاعهم الاجتماعيه. ميرسي جوزيف، ثانك يو، نشوفك بكره، باي حبيبي.
وباليوم الثاني اتجهنا على الأشرفية. ومع انتظارنا لمجيء شارل لتوزيع الأكل على الفقراء، جاء الفريق تحقيق بأزقتها وشوارعات ضيقة. فادي غصن بيبلغ من العمر 53 سنة، ولكن الحياة رسمت مشقاتها على وجهه. فادي بيرفض يتسول لأخذ المصاري، فمن بعد محاولات فاشلة تكراراً ومراراً للحصول على فرصة عمل، أصبحت اليوم لم تنك المشروبات الغازية هي مهنة الأساسية يلي بيعملها. فمع جمع 75 تنكة بيحصل على دولار فقط. كنت عايش في كندا وصار معي حادث، جيت من هونيك ابعدوني من كندا، جيت على لبنان. ليه وصلت فيك الايام لهون؟ شو صار؟ صار معي حادث هونيك، توفوا اثنين وجيت ابعد من قبل الحكومه الكنديه. طب انت هلا هون وين عايش؟ عايش هون على الدرج. على الدرج؟ ايه جوا على الدرج. عندك بيت يعني؟ لا، في اوضه هلا بتشوفها. فادي اختار لإله أوضة مهجورة للسكن فيها ليحمي حاله من مياه الشتاء. ايه هذا هون بيتي انت. إذا عايش فيها. بفوت علي ماي، بيجي هواء، بيتقبع حط خشب على الشبابيك تقبعه بالشتاء والهواء. بتعرفوا جوا حاطط تياب وكنزات عشان المي ما تطلع علي، لان الفرش انتلوا مي. خلينا نشوف. ايه تفضل شوف. انتلوا مي لان ما في شيء بيسكر، لانه هذا السقف مفخوت. انتبه امشي وراي هيك. بهالأوضة بعيش فادي. أوضة رطبة بسقعة بتهطل فيها قطرات المي، مية الشتاء. هون تجردت الإنسانية من معناتها بين هالأغصان اليابسة، دبلت الأحلام. ولكن إيمان فادي بربه قوي، ما بيتزعزع مهما صعبت على الايام. اه شلتن على جنب عشان ما ينطلوا مي، عم بنام عليهم شوي فيهم مي وتياب حطيتهم بالارض، لان الهواء والشتاء ابع الخشب اللي حاطه، لك بعده القميص معلق. وانطلوا مي، انت هلا شوف كيف. طب هلا في كثير سقعه. ساعة ايه؟ كيف بتنام هيك على المي؟ هي بتغطى بهذا الحاف ومعي فرش هون هيدي، وبحط تحت تياب وهيك اللي بقيوا ناشفين. ايه هون ناشفين ضلوا. فادي من بعد موت اهله وغيابه عن لبنان لمدة 25 سنة لم يعد لديه أي صلة مع أقاربه، وهو دايماً بيستعد للعمل بأي وظيفة ممكن تنشله من الوضع يلي هو فيه. إنه أنا عمري اليوم 53 سنة وأنا بشتغل كهرباء بيوت، بشتغل طرش بويا، وكمان مع هذا كله أنا عندي بحكي ثلاث لغات، بحكي فرنسي وإنجليزي وألماني وشوي إسبانيول.
اكيد من عدا اللغه العربيه كمان لغه عربيه يعني very well. طب انت اليوم شو بتطلب من الدوله؟ بطلب من الدوله انه يعم السلام وما يكون في حرب وشوي تطلع بال اللي حالتهم مثلنا يعني اكيد بيكون مش انا حالي لوحدي بهذا الوضع في يمكن مئات الحالات بل الاف وان شاء الله حدا يوقف حدي حتى ارجع اقوم من جديد لانه انا ماني ميت بعدني بشتغل وبالرغم من هالعمر عندي اصابه باجري بس كتر خير الله باخذ لها دواء وبشتغل عادي. لقبي كتار بدنا بدمش عليها كل نهار كتار بدنا بكبوها بالزباله. شي مره فكرنا قدو لقبه ممكن تخلص شخص للموت. موسم العيد عم بحط رحاله بظل عجقة الناس والزينة والفرح، وبالرغم من الضائقة الاقتصادية اللي عم بتعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني إلا وأنه ببلدنا فعلاً الناس ما بتنسى بعض البعض. كشافة لبنان قسم سانت أنطوان دو بادو تهدف بشكل أساسي لمساعدة الأسر المحتاجة بلبنان. وبمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة هذا العام قررنا نشارك الحركة الكشفية خطتها، فقصدنا سوبر مارك بالأشرفية بيوقف عبابة شباب وصبايا بمقتبل العمر وبموسم الأعياد حاملين بسمتهم بإيدهم وحاضنين بعيونهم أمل بحاكي قلوب الناس. عم نسأل الناس إذا بدهم يتبرعوا أو يعطوا مصاري أو يساعدونا بتجمع شيء ما يعني شيء بعدين تنزل. بتساعدونا فيك تشتري مهندات مثل هدول وشيء ما بيخلص مدته. شيء ما بتخلص مدته؟ إيه. مثل هدول يعني مثل بيزون. تشتري وبتعطيهم. المواد الغذائية اللي عم بيطلبها أعضاء هالحركة الكشفية تتضمن معايير أساسية أهم إنه ما تطلف بسرعة، لذا حملوا فلايرز محددين فيها المواد الغذائية الأفضل لمساعدة العيال. رؤية بسمة أطفال وشباب كشافة سانت أنطوان دو بادو حثت بعض العائلات على المساعدة لرسم بسمات مماثلة على وجوه أطفال آخرين معوزين. الحكومة فاضيت لنا، فاضيين لحالهم وسياسيين لحالهم، تركين العالم عم بتموت من الجوع، بتفوت على السوبر ماركت بنعمي قلبك شو بدك تشتري؟ غلا وكو، إذا كيس عم بتطلع كيس الفاصوليا 7000 هالفقير شو بده يعني كيف بده ياكل؟ ما بالهم غير بالسياسة وشو بدهم يدبوا وشو بدهم هيك، هيدا لازم ينحكى وضع البلد يعني مثل ما هو، ما حدا فاضي للفقير ابدا ابدا، كل مالنا لورا، هي لازم نطلب من الناس كلها اللي قادرة تمد ايدها لأنه الوضع صعب وعالم عالم مستورة ما بتحب تطلب تمد ايدها لحدا. وكرت مسبحة العطاء
ليمتلئ الشاريو شيئا فشيئا، ليس فقط بالأكياس وما تحمله من مواد غذائية، بل بالقلوب وما تحمله من مروءة ومبادرة ومحبة. طبيعي ما وصل معيد هلا، في كتير عيال طبعا وضعها ما بيسمح لها انه تحس برهجة العيد، مشان هيك بنجرب نحن ندفع صغيرة يعني ماشي مساهمة متواضعة يمكن، بس بركي بتساعد شوي. فضلا عن اللبنانيين، الاجانب والاوروبيين حبوا ايضا يساعدوا. جد بس جي لابيتود ايدي ان فرانس اي كولا شو انستالي ايسي اي جيساي دو دوني ما كونتريبيسيون بور ايدي لي جون كي سون دان بيزوين دان البيي اوسي. وليس فقط للكبار روح المبادرة، فللصغار أيضا اللي هن أصحاب العيد حصة الأسد من المشاركة والعطاء. بحب أساعد الناس المحتاجين. شو بتقليلهم للأولاد المحتاجين؟ نور. هلأ على العيد شو بتقليلهم؟ جوايا نور. وأراد بعض الأشخاص أيضا زيادة رصيد الفرح عند الموازين من خلال فلس الأرمل، أي زيادة رصيد العلب الزرقاء أو كما نسميها الإش. فيعتبر البعض أن المال الطريقة الأسهل للقيام بالمبادرة. وبمنتصف هنهار المتعب لشباب سانت أنطوان دو بادو، زارون الشفتان تيطمنوا عنهم ويطلعوا على مفاعيل النشاط. بعتيدا منه كل نهار بيبشوا الفانات بيبرموا بيلموا الأغراض بحطوهن عنا ببادو، ببادو الأغراض رح يتعربوا، كل الحليب سوا، كل المعلبات سوا، وكل الباستا سوا، وكل شيء يعني بار كاتيجوري. ابتداء من بكرة على بكرة الناس بينزلوا على السوبر ماركت ونحن المسؤولين بنبلش نعرب ونضبضب بالكرياتين حسب شو بنعمل الكرياتين. يعني كل كرتونة مفروض تضاين كل عائلة شهر شهر ونص. ومقابل عمل الشباب على أبواب السوبر ماركيات، هناك آخرين عم بيجولوا بسيارات على المحل لأخذ الأغراض، وضع بالسيارة وإيصال على المركز الأساسي للكشافة اللي هو كنيسة سانت أنطوان دو بادو بحرش ثابت. ديجا صار عندنا كذا شاليوت لنقدر نساعد العالم، ومنتوجه على الكنيسة تنرجع نعمل الترياج تبعهم، ومنتمنى من الكل يقدروا يساعدونا وينعاد على الكل. هني كم سوبر ماركت؟ في عنا كذا سوبر ماركت بلبنان، بالأشرفية، بجبيل، ببعبدة، بفرن الشباك، بالزلقة، حزمية، يعني كاستيك، وين ما كان موجودين نحنا اليوم وبكرة تنقدر نعمل هالكامباني أليمانتير، هالبنك أليمانتير تنقدر نساعد. وكمل فريق تحقيق مشواره برفقة هالحركة الكشفية، فوصلنا على كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بحرش ثابت، حيث التجمع الأساسي والمركز للحركة الكشفية. وهناك وجدنا الشباب ندرين زنودهم ومتكتفين ومتعضين لتأمين الأفضل للمحتاجين. هلأ نحن هون بالديبو باللوكال بحرش ثابت عم نقسم الأغراض اللي عم يجوا من كل السوبر ماركت بكل لبنان، أكثر من 25 سوبر ماركت عم نقسمهم عنا هون. أول شيء الفريانديز اللي بيعطونا إياهن العالم، بيرجع عنا الحمص والمايس الدرة والبازيلا، ومنكفي هون على الحليب والزيت، منحطهم بطريقة يعني ما يقلبوا، يعني قد ما فينا نحطهم أهرام قد ما أحسن. وبيرجع عنا هون الطحين، وعنا أكتر شيء كمان بيجي كتير عنا معكروني، وكتير بيجي عنا رز. واطلعنا من كاهن الرعية على كيفية اختيار العيال المحتاجة وآلية العمل اللي عم بتتم لمساعدتهم بالسبل المتاحة والممكنة. العيال يلي بيجوا بيطلبوا منا مساعدات، يلي في أشخاص، في عيال نحن بنعرفهم، في عيال بيطلب منهم كمان من قبل أشخاص بيعرفوهم كمان، بيجيبوا لنا ورقة من الخوري تبعهم وإخراج أيد عائلة، بنسجلهم تنعطيهم حصة غذائية، عادة بيكون بعد
ثلاث أو أربع أيام من نهاية المشروع تبعنا، مشروع الخيري اللي بنقوم فيه كل سنة. وبعد ما قسمت المواد الغذائية ووضعت بكراتين اللي هي كراتين الإعاشة اللي راح يستلموها المحتاجين، بدأ تدفق العائلات لاستلام هدية العيد اللي راح تسدها مأجوع لفترة وجيزة يمكن، بس الأكيد إنه راح تزرع البسمة على وجوههم. لو إن ما أنا بحاجة لألا ما عم نجي نأخذ الإعاشة، بحاجة لألا لأنه وضع غلا وكوى وأجرات ومن كل شيء يعني، بحاجة لألا جينا نأخذها. حدا بيساعدكم، حدا بيطلع فيكم؟ في الله بس. يا ريت بتخففوا شوي الأجارات، أنا قاعدة بغرفة 2 ب3، أجارة $225، بدك ما تأخذني عندي ولد وعمل بمدرسة وقصاد وهيك، يا ريت غلا 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 وما كان غلا. واطلعنا على أوضاعهم وكيفية تمضية العيد بظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. وضعي عاطل بالمرة على الأرض، على الأرض وحياة ولادي. مين بيساعدك؟ مين بيقف حدك؟ ما حدا، بروح لهون ولهون 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 لجيب دولة بنتي مريضة عندها كهرباء براسها تعطير وشحار. القديس أنطونيوس البدواني هو شفيع الأمور الضائعة، لذا وعلى عتبة السنة الجديدة نلتجئ له ليلاقي لنا السلام الضائع والمفقود، لنعيش بظل المحبة والإيمان والأمل بغد أفضل. إلى أجواء العيد وفرحة مواده وتقاليد أطباق العيد، فريق تحقيق توجه إلى عكار، إلى بلدة عريقة بهالقضاء، إلى القبيات. سكانها يلي ما غادروها طوال السنة بيحتفلوا بعيد الميلاد ورأس السنة على طريقتهم، ونحن حبينا نذكرهم لأنهم مثال التجذر بالأرض والتعلق فيها، والعيد بيحلى ببلدات وقرى لبنان. مسيحية عكار بيعبروا للسنة الجديدة بخجل، المحافظة الفقيرة محرومة مليئة بالجمال، صارت مكان شبه غريب عن أولاد الجيل الجديد من الطائفة المسيحية. هالواقع ما منع السكان من التمسك بجذورهم رغم أنه معظمهم تحولوا لزوار بضيعهم وبلداتهم بعد نزوح الشباب لبيروت بحثاً عن حياة اقتصادية أفضل. ورغم هالواقع بقيت الضيعة المسيحية بالأعياد ملجأهم، حضن دافي اللي رهشته وروحه ولو عم يخف سنة بعد سنة. قصدنا القبيات، إحدى أكبر البلدات المسيحية بعكار وأعرقها،
يلي بتمثل صورة حقيقية عن مسيحيي المناطق اللي بعيدة عن بيروت ويلي آمنوا إنه الأرض هي عنوان الوجود. بداية زيارتنا كانت لعائلة توفيق عبدو وزوجته ليليان، عائلة بتشارك فرحة الميلاد وراس السنة مع عائلة تاني مؤلفة من شخصين فقط، عائلة العم يوسف وزوجته أنطوانيت. حكاية هالعائلة يلي ما بتربطها إلا المحبة وليس قرابة الدم صارت مثال بعكار بكاملة، بيقضي أفرادها أجواء العيد مع بعضهم وبيحتفلوا بمسيحيتهم ومحبتهم على سفرة واحدة. جوانا مع العم يوسف داخل أزقة البلدة وتحدثنا معه عن ذكرياته بأجواء العيد. الأبيات صعيب بعيدة عن بيروت وعن جبل لبنان، بس بيعتبروها بقلب بيروت وجبل لبنان لأنه الأبيات يعني مويك بالثقافة والحضارة، بس محافظة على تقاليدها القديمة بعد كأنها من 50 سنة. محيطنا هون كله محيط عائلات، يعني ما عنا تفرقة بين منطقة ومنطقة، بين مسيحي وروم ومسلم، يعني الأبية تعتبرها بلد جامعة. وعلى صعيد بهجة العيد صعيد اليوم في شوية صعوبة بالحياة، بس بيبتهجوا من قلبهم ومحصورة بالعائلات لأنه ما بقى فيها الانتشار مثل الأول، يعملوا حفلات ويعملوا كذا لأنه الوضع منه كتير مريح. هون الحوير كلها مشيها مشي نعيد بعضنا. اليوم بالسيارة بتوصل قدين بيبت اللي عنده بخير وتفل. بالأول كنا نسعى بعضنا سهرات عائلية قروية، كانت الحياة عايشة على الانتاج المحلي، الضيافات يا جوز يا زبيب يا بلوط بري من الحقلة. اليوم ما بين ويك بالحضارة أشفي بالسوق موجود بالأبي صور، ما عنا شيء محروم. والحديث مع العم يوسف ما بيوقف عند الذكريات، تكفى عن واقع المسيحيين. ايه محرومين طبعا كمسيحيه، ما كان عندنا وخاصه بعد ما روح المطرون عبد الله يرحمه كان يعني عمد كبير للمسيحيه وللاسلام ولكل العكور، كان مرجعيه. هلا يعني اول شيء المطرون مش عم بدوم الحمد لله، الله مش عم يعطينا عمر. وتاني شيء ما بقى فيه هالرجال القديمه اللي كانت تفرض وجودها، بس انه بالنسبه للحياه الاجتماعيه بالابيه ما في غلط، كل محيطنا مثل ما قلت لك محيط امن وهادي ونتفاعل مع بعضنا بالمناسبه. من الازقه للبيت ومع تحضيرات شهيه لاكلات واطباق من ايد زوجة توفيق ليليان، هالسيده المشهود لها بذوقها العالي بالطعام بتعاونها فيهم انطوانيت تتكون السفره اطيب. تبولة عكار معمولة من حامض الحصرم، من حامض الرمان، من السماء، من بقدونس بلدي من الجل. هيدي زينة القعدة، وهيدي زينة القعدة للكاس ليلة راس السنة، إن شاء الله بينعاد على الجميع. خبريني مدام اليوم شو محضرين للعائلة؟ محضرين للعائلة، عاملين فوارغ. الفوارغ بتعرفوها من شو معمولة، من لحمة ومن رز ومن سمنة زبدة ومحشية ومطبوخة، وعاملين كبة مشوية على الفحم، وعاملين كفتة بالفرن معمولة مع صوص بندورة، وعاملين رز على الدجاج، وعاملين دجاج مع خضرة مع قالب خضرة جزر وبازيلا. و هدول اشي تغيرت من زمان؟ لا هي كل سنة هاي عيداتنا، نحن بنعملها على راس السنة، هاي الموجودة عيداتنا بنعملها للجميع. طيب اللي شوفي لي اشي كاملة بعد. شو تغير من هيديك من قبل من زمان لهلا؟ اشياء قديمة. ايه في اشياء هلا قديمة، ما كانوا يعملوا هاي مثل ما عم نعمل هلا، كانوا يعملوا اكل تاني ثلاثة ها وهن يقعدوا ياكلون وخلص. الكب المشوية والفوارغ لحمة المشوية يكونوا دابحين تبيحة يشكوها ويشووها ويأكلوها مع صلاية أو خضرة أو تبولة.
ايه بس هلا اليوم صار في اشياء كثير عم بتزيد، السوسات والاكل الزياده والسمبوسك والرقات وهالاشياء هاي صارت عم بتزيد. القرايدس احلى هلا يعني ايام زمان كانت احلى، كان في محبه، كان في تجتمع العائله اكثر، كانت في حنيه للعيال هلا صارت مظاهر. العيد صارت مظاهر، اليوم كان عيد الميلاد وكان راس السنه وكان كل شيء، صارت انه خلص بدي اعمل شيء مظاهر. لكن هالمظاهر بالاطعمه والاكلات بتخلي الجمعه العائليه احلى، خصوصي انه عائله توفيق بتحب الالفه والقعده المميزه. بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. باركنا يا رب، بارك هذا الطعام يلي عم نتناوله، بارك العائلة الموجودة، بارك كل الأصدقاء. خلينا نعيش ميلادك بعائلة وحدة مثل ما أنت عشته مع يوسف ومريم. إلك المجد إلى الأبد آمين. بعد صلاة البير ميشال بتبلش العائلة طعامها بالتذوق الأطباق الشهية بمتعة كاملة، بترافقها نخوب من النبيذ والعرق البلدي، فالعيد هو بالنهاية عائلة جلسة هنية. غيرنا كثير ناس مش مبسوطة، فنحن بنتمنى نضل وضعنا كمان بلبنان منيح، نضل نقدر نجتمع كل سنة مثل ما قلنا مثل كل السنين نجتمع. واليوم نحن بعد ما يمكن خسرنا أهلنا، اليوم في عندي أهل جديد، أنا الخواجة يوسف والست أنطوانيت هني محل أهلنا، حتى نضل محافظين على العيلة مجتمعين كلنا سوا. حبينا يكونوا هني موجودين معنا، والسنة مزين الطاولة معنا الأب ميشيل حتى أجا باركنا وبارك هالطاولة، وصديقنا خواجة جورج. أهلا وسهلا فيكم ونشكركم على حضوركم معنا لهالعيد، لأنه بتزيدونا فرح ومحبة. بعد الطعام بتكمل عائلة توفيق جلستها بالصالون بين الزينة وشجرة الميلاد ومغارة يسوع، وبتجتمع حول البيش والكستنة. فالضيعة العكارية بتتوج سهراتها براس السنة بأكواز الكستنة الساخنة لتطفي على العيد دفى وحب، لتبقى الأعياد ببيوت عامرة. إلى البقاع، إلى ناس بعيشوا من الأرض وعلى الأرض، هن مختلفين بكتير إشياء، بتقاليدهم، بعاداتهم، بهوياتهم، ولكن هن كمان بيفرحوا بالعيد وعلى طريقتهم. تنتهي السنة ومنستقبل سنة جديدة، بعيد بيحتفلوا فيه أغلب العيال اللبنانية مجموعين على طاولة واحدة، شريكون الضحك والفرح. ولأن فريق تحقيق عودكن على تقديم كل شيء مميز، قررنا نحتفل هالسنة ونودع بالبقاع مع بدو عرب بعيشوا أغلبهم بسهل البقاع، بيوتهم خيم لازالت، وصديقهم الريف بيعتاشوا من عملهم بالزراعة وتربية الغنم. قطعنا شتورة زحلة لوصلنا أخيراً على منطقة رياء، مكان تواجد عائلة محمود جلوط، ولأن وقت الصبح مخصص للعمل قصدنا الست حسنة والعم محمود على مكان عملهم. مرحبا. أهلاً أهلاً. شو أخبارك؟ أهلاً رواق. أهلاً أهلاً، إن شاء الله ينعاد عليك وجاه الله. العيد إلنا ولا؟ السنة بتعيدونا بتجوا لعندي. والله يخلي لي اياكم.
وان شاء الله بتضلوا طيبين وكل سنه بتعايدوا عيد راس السنه عيد الله يوفقكم جاه الله ويخلينا اياكم الله يطول عمركم. بدنا نعيد اليوم معكم العيد؟ ان شاء الله بنعيد احنا وياكم سوا. عائلة جلوت وهي عائلة مسلمة سنية تعرف بعرب الهواشي أي عرب المواشي والغنم، لأن مصدر رزقها هو من تربية الحيوانات فقط. تتحدث اللغة العربية ولكن ذات لهجة بدوية مميزة، أصلها لبناني عاشت حياتها تتنقل من منطقة لأخرى من جنوب لبعلبك لأخيراً استقرت برياء بالبقاع. حرب بالحروب وإحنا نروح والطراشة ونروح مع الغنم ونجي مع الغنم وعيشتنا من وراء الغنم ونعجن وبنخبز وهذا عيشتنا وبنحلب وبنروح نبيع وبنروح نشتغل بالسهل وين ما كان يعني إلنا شغل بنروح نشتغل. وبتعيشوا بالخيمة؟ وبنعيش بالخيمة. كنا بالخيام نعيش يعني. وين ما بدنا يعني كنا نرحل وننزل ببيوت عجمالة أجمال وهالولاد وهالعالم. وبهالمناسبة الحلوة حبت الست حسنة تخبرنا كيف تعرفت على زوجها محمود وعاشوا حياتهم يتنقلوا من خيمة لخيمة. بالأول كنت أنا هو أكبر مني كنت صغيرة أجوا علي قالولي بتاخذين هالزلمة قلت لهم إيه أنا بو شو بدك إديش قلت لهم ما بعرف كانوا قبل بيحطوا نقي يعني قديش النقل قديش السياقة قلت لهم أنا بديه يعني أنا حبيته وبديه ضلينا مخطوبين شي يعني شهرين ثلاثة شهر ورجعنا على بعضنا يعني أنا وهو وقعدنا بخيمة قعدنا أول ما قعدنا بجبل العيد هنيك عودنا يجينا قعدنا بالفرسة كمان ببيوت جمهور عودنا رحنا عبعلبة قعدنا يعني ما خلينا منطقة إلا ما قعدنا لبنان بلبنان. عيد راس السنة كغيره من الأعياد بتحتفل فيه الست حسنة والعم محمود مع أولادهم والجيران. إحنا كل عيد نعيده عيد رمضان وعيد الضحية وعيد كله نعيده كله نعيده ونسوي نحسن ونحط نذبح واللي يجيب حلو واللي يفرج كل العياد يعني. وعيد راس السنة يوم بدنا نحتفل وعيد راس السنة نحتفل أهلا وسهلا. لأن هالعيد مثل ما قالت الست حسنة لكل العالم قررت تاخذني جولة عند جيرانا الإسلام والمسيحية. وصلنا عند عائلة السيد أبو أحمد وهن عرب سوريين انتقلوا مؤخراً على لبنان بسبب توتر الأوضاع بسوريا. دخلنا الخيمة واستقبلتنا أم أحمد هي وعم تطبخ فتحدثنا معها وخبرتنا عن جمال حياتهم بالرغم من بساطتها. بنعود عليكم إن شاء الله. إن شاء الله بنضل طيبين وبنعيد إحنا وياكم مشهورين الخاطر. جاه الله هاو جماعة جيرون. واحنا وام احمد الحال من بعضها. شو عم تعمل اكل اليوم؟ عم نلف والله ملفوف. ملفوف هون المطبخ عندكم؟ هذا المطبخ عنا وهي نحن بنشتغل هون وبنشتغل بالارض وبالسهل وهاد جبناه من السهل وبنجي وهون وبنطبخ وهي عيشتنا بسيطه بس حلوه. حلوه. منزل العرب خيمة بسيطة تجمع تحت سقفها عائلة ممكن يوصل عدد أفرادها لعشر أشخاص. غرفة التياب مفتوحة على المطبخ أما غرفة الجلوس فهي ذاتها غرفة النوم. وطبعاً عند دخولك للخيمة ما فيك إلا أنك تتذوق القهوة العربية من إيدين ستات العرب.
الست فرح بتخبرنا عنها الست أم أحمد بسبب بعدها عن أهلها بسوريا ومرور أول عيد لرأس السنة وهي بلبنان. ما بتحب تعايدة معهم؟ ليك قد ما شفتيهم؟ جيت متشوف. شو كنتوا تعملوا؟ تجتمعوا سوا؟ لا 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 حبيت فيهم؟ طيب بدك تطمن عليهم كل شيء؟ ايه بالتليفون. كيف حتحكيهم اليوم؟ ان شاء الله. امتى حترجع تشوفيهم؟ ان شاء الله بس تهدى الامور ان شاء الله. جهزت القهوة ودخلنا غرفة القعدة وقعدت الست حسنة والست أم أحمد يتسايروا ويخبرونا عن عيد رأس السنة. وإحنا بيت أبو أحمد بنحبهم أحسن شيء يعني. الوحدة كلكم سوا؟ كنا سوا، بنسهر سوا، بنقوم سوا، بنقعد سوا أبداً. نهار ليلة العيد نعيد مع بعضنا، وإن شاء الله بنعاد عليكي مجبور تخاطر. ونضل عطول إحنا وياهن يعني. وبتعرفي نجيب راحة، بنجيب بسكوت، بنجيب كعك، بنجيب من كل الجهات بنحط ونعمل هالسفرة من هون لهونيكا. وبتقعد هالولاد وهالنسوان وهالرجال كنا سوا، بنضل الساعة واحدة نتذكر بنصر. السنة الماضية ايش مرقنا فيها وايش سوينا ومين اتجوز ومين خطب ومين سوا في هذيك السنة. بنقول هالسنة الجديدة شلون بدها تمرق علينا. من عند أم أحمد كملنا معه ومع الست حسنة جولتنا عند الجيران. وصلنا عند الست أم جورج لنعيدها بعيد رأس السنة بزيارة قصيرة لأن الوقت كان عم يمضي والليل قرب يطلع والسهرة بانتظارنا. يا مين هلا، وان انت بتعزي علينا واحنا اصحاب من زمان وان شاء الله يعاد عليك ونجمعنا الجيران والاصدقاء وان نروح معاكم ان شاء الله. والله كمان اجي اعيدكم يعني وان شاء الله ينعاد وتضلوا طيبين كل سنه وانت سلمي ونعاد عليك بالسلام. ينعاد على الجميع وربنا يعيدوا بالخير على الكل. الله يطول عمرك واهلا وسهلا فيكم وعبال كل سنه ان شاء الله يا رب يكون بيوتنا مفتوحه للكل. بعد هالجولة الصغيرة طلقنا لعند حميدة بنت الست حسناء لنتابع معها التجهيزات للاحتفال بعيد رأس السنة. ينعادوا عليكم إن شاء الله. وعند وصولنا استقبلتنا حميدة مع ابن عمها حاملين بإيدهم الديك ليقدموا تضحية للعيد. وهي عايشين عيشتنا طلة كيف الحمد لله. يعني الديك حيكون هو تضحيه. أيوة الحمد لله كتر خير الله. بسم الحمد لله. بسم الله. الساعة قربت تصير 12 والأكل بلش يجهز والأهل ناطرين بغرفة القعدة ياكلوا أكل ما بيطبخوه إلا مرة بالسنة بعيد رأس السنة. بنتك يا أبوي أبوي أنا بنتك. إيه حطي عندي. يلا على ما أجيب السفرة بتمشي. سفرة بسيطة وأكل على قد الحال. اجتمعت حول العائلة شاكرين ربهم ومتمنيين سنة جديدة وحلوة وسعيدة. إلا السيد محمود كل فكره بالغنمات. أنا كمان قلبي مثل أي. أنا لو إنه ضل هنيكا في قلبي. أنا كمان قلبي. من أبو أجوعك؟ عدمنا بس زفر من سنة. شو؟ ها
منفوخ عسل منفوخ اكلي يا يما اكلي يا حجة حركي ديلك حركي ديلك والله اكلي ألف صحة وأنا عمل حاج حمودة حمودة الله يخلينا إياك والله كل شهرين ثلاثة ناكل أكل الدجاج بالسنة وبعد الأكل صار وقت كباية الشاي مع سهرة غنى حد النار. والله يا حي الله على اقبال ان شاء الله كل سنه ينعاد عليكم خير وسلامه ونحتفل ان شاء الله صارت الساعه 12 والكل مبسوط بوسوا بعضهم وتمنوا لاولادهم سنه جديده مليئه بالنجاحات بقدر المستطاع نقلنا صورة عن ارتباط الأكل بالعيد وعن اختلاف أنواعه حسب المجتمعات وتقاليدها. بقدر إمكانياتنا برزنا التناقض بين التخمة يلي بيعانوا من البعض والفائض بالأكل بالأعياد وبين القلة اللي بيعانوا من البعض الآخر. المقصود أن نبني ثقافة جديدة بلبنان اسمها التضامن وأن ندعم أكثر الجمعيات يلي بتساعد المحتاجين. بالفعل هنالك شريحة من اللبنانيين بيعانوا من فقر بدقع بجرهم إلى الجوع والعوز. اقتراح بسيط رح نتقدم فيه، لما لا يؤسس لجمعية تعنى فقط بالعمل على تجميع المأكولات الفائضة من المطاعم أو السوبر ماركتس أو الفاست فود لتوزيعها على عائلات أفراد بحاجة إلى اللقمة يلي بتقيتهم من شر الجوع. وكل عام وإنتوا بخير.